صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح العربية. صباح الخير مشاهدينا، حلقتنا فيها العديد من الموضوعات أبرزها لهذا اليوم. نسبتهم تتراوح بين 7 إلى 12% في السعودية، ظاهرة الأطفال الخدج إلى تزايد في العالم العربي. نتحدث عن أسباب الولادة المبكرة في فقرتنا الطبية. نسبتهم تتراوح بين 7 إلى 12% في السعودية، ظاهرة الأطفال الخدج إلى تزايد في العالم العربي. نتحدث عن أسباب الولادة المبكرة في فقرتنا الطبية. أهلا بكم من جديد. يشكل الأطفال الخدج في المملكة من 7 إلى 12% من إجمالي عدد المواليد، الذي يبلغ سنويا نحو 574 ألف طفل، في حين تبلغ هذه النسبة عالميا من 2 إلى 10%. فلماذا يولد هؤلاء الأطفال قبل أوانهم؟ الإجابة في فقرتنا الطبية لليوم مع الدكتور سامح أبو زيد، استشاري أطفال حديثي الولادة في مدينة الملك فهد الطبية. صباح الخير دكتور سامح. بس إذا ممكن تعطينا يعني الأسباب اللي بتخلي هدول الأطفال يعني فعلا يولدوا مبكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير. في البداية أود أشكر قناة العربية ممثلة في برنامج صباح العربية لتسليط الضوء على هذا الموضوع المهم. شكرا لك. زي ما ذكرت في تقريركم، تقريبا معدل الولادات الأطفال الخدج في المملكة العربية السعودية 10%. طبعا السبب المباشر والرئيسي للولادة المبكرة غير معروف تماما، ولكن هناك جملة عوامل أدت إلى الولادة المبكرة. طبعا التخطيط المسبق للحمل، متابعة الأم أثناء الحمل، الاهتمام بالصحة والتغذية أثناء الحمل، حدوث الالتهابات، أسباب كثيرة ومضاعفات كثيرة قد تؤدي إلى حدوث الولادات المبكرة وهو الطفل الخديج. طب هل طبيا يمكن معرفة أنه هذا الطفل سيكون من الأطفال الخدج وهو جنين مثلا؟ هناك بعض الدلائل والمؤشرات التي تظهر على الأم أثناء الحمل. نعم. قد تعطي احتمالية أن الطفل قد يولد مبكرا، عنق الرحم، توسع عنق الرحم مثلا، أمور معينة قد تبدو تعطي مؤشرات أو دلائل أن الطفل ممكن أن يولد مبكرا قبل الأوان. يعني مش بالضرورة أن يكون ولادة مفاجئة، أنه في دلائل كما تفضلت اللي قد توحي أنه يا امرأة استعدي، طفلك قد يولد مبكرا، هكذا نفهم. نعم، في أوقات معينة لا توجد دلائل، في أوقات معينة خلال أيام تولد، تكون المتابعة طبيعية أثناء الحمل وفجأة تحدث الولادة خلال أيام. وطبعا في علاجات ممكن تهدي شوية الولادة المبكرة، ولكن لا توقفها تماما، تؤخرها قليلا. لأن تعرف كلما زاد الطفل الخديج نضجا كلما كان أفضل. أي طيب، وحصل أنه خلاص يعني تولد الطفل مبكرا، إيش هي أبرز المشاكل الصحية اللي ممكن تواجهه؟ طبعا بالنسبة للطفل الخديج، هو الطفل الذي يولد قبل الأوان، وبالنسبة لنا احنا كأطباء أطفال حديثي ولادة نعرف الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل 37 أسبوع. طبعا الولادة الطفل الخديج هذا بغض النظر عن وزنه يا دكتور؟ عفوا؟ بغض النظر عن وزنه للطفل؟ عن والدة الطفل؟ عفوا ماني سامع. بقول بغض النظر عن وزن الطفل، يعني انت بتقول انه هو الولادة المبكرة قبل 37 اسبوع، فبقول لك بغض النظر عن وزن الطفل يعني. ايوه بغض النظر عن وزن الطفل، الطفل الخديج هو من يولد قبل 37 اسبوع. طبعا الطفل كلما كان جاي بدري على الموعد كثير، يعني 25 24 اسبوع، كلما كانت المضاعفات والمشاكل كبيرة. وأول طبعا ما يظهر لنا عند الولادة بعد ولادة الطفل الخديج هو التنفس. لأن الرئة لا تكون مكتملة بالشكل الطبيعي، من هنا يحتاج تدخل طارئ وفوري بعد الولادة مباشرة بوضع جهاز تنفس صناعي لمساعدة الطفل على التنفس. طيب دكتور، يعني في حال حصلت الولادة لهذا الطفل الخديج، إضافة إلى مسألة التنفس، هل هناك رعاية أخرى تختلف عن رعاية أي جنين علاوة على التنفس اللي حكينا عنه يعني؟ طبعا يا عزيزي، بالنسبه للطفل الخديج زي ما ذكرت لك، كل اجزاء واجهزه الجسم يكون لا يكتمل نموها بالطريق الطبيعي، ولكن الرئتين والتنفس هو الذي يبدو بدايه بعد الولاده مباشره، لان الطفل يخرج الى الحياه
فمن الاعتماد الكلي على الأم والمشيمة في التغذية والتنفس إلى الاعتماد على نفسه، ولكن القلب يكون متأثر، الجهاز العصبي يتأثر، الأمعاء تتأثر. طبعا الأطفال يكون عرضة للالتهابات، يحتاج عناية خاصة، يحتاج يكون في عناية مركزة في حضانات خاصة بدرجات حرارة معينة ورطوبة معينة لاكتمال فترات نمو الطفل، إلى إن شاء الله أن يمن ربي عليه بالشفاء ويخرج إن شاء الله. طيب دكتور سامح، إيش فرص النجاة من هذا الموضوع؟ وإذا فعلا نجا الطفل، يقال في كثير من الأحيان أو في بعض الدراسات اللي قرأتها أنه هذا الطفل معرض للأمراض أكثر طوال حياته. هو طبعا بالنسبة زي ما ذكرت لكم للنسبة للطفل خديجة يكون الرئتين لم يكتمل نموها، وطبعا حتى بمساعدة الأجهزة وبعض العلاجات تبقى نمو الرئتين ما هو بالطريقة الطبيعية كما لو كان الجنين في بطن الأم. نعم. فيكون الجهاز التنفسي متأثر، فطبعا يكون عرضة في المستقبل بالذات في أول سنة أو سنتين بعد الولادة معرضة أن تجي التهابات معينة، وطبعا التهابات كثيرة، أي التهابات ممكن يجي، ولكن نذكر على الخصوص التهاب الفيروس التنفس المخلوي RSV، وهو يكثر طبعا في فصل الشتاء، وهذا الالتهاب هو يعني يكون للأطفال الخدج اللي عندهم مشاكل بالرئتين يكون تأثيراته مرة كبيرة مقارنة بالأطفال الأصحاء أو مكتمل النمو. طيب هذه الفترة اللي بنتحدث فيها يعني فترة رعاية الطفل الخديج كم تستمر في العادة؟ بدون يعني ما ربما هناك استثناءات يعني لفترة أطول، لكن المتوسط بشكل عام متوسط الزمن. والله يا أخي طبعا هذا السؤال شائع جدا، يعني بعد ولادة الطفل خديج يجي الأب والأم يسألني يقول له متى بيطلع الطفل؟ أيوة. فنقول له متى اليوم المتوقع للولادة الطبيعية؟ يقول لي والله بعد شهرين أو ثلاثة. أقول هذا الوقت المتوقع لبقاء الطفل عندنا بالعناية المركزة، وطبعا زي ما أسلفت حضرتك يعني بلس ما زائد أو ناقص يعني، بس هذا الوقت الطبيعي، فيجلس فترات طويلة بالعناية المركزة لحديث الولادة. يعني هذه العناية المركزة نفهم وكأنه هي تعويض عن الشهرين اللي يجب أن يتبقى فيهم في داخل رحم أمه تقريبا، ولكن طبعا تعرف سبحان الله يعني ما في زي مثلا خلقة الله سبحانه وتعالى، فمهما حاولنا بالأجهزة الحضانات ونسبة الرطوبة ونسبة الأكسجين، لأن النمو لا يكون كما لو كان الجنين في بطن الأم. عشان كذا دائما ننصح الأمهات أنه إذا مثلا قالوا لك والله أنه في احتمال ولادة مبكرة يجب أن تأخذ الأمور بجدية شديدة وتسمع كلام الأطباء، لأن الولادة المبكرة كل أسبوع زيادة يبقي الطفل في بطن الأم يؤثر عليه في المستقبل ويكون أفضل له، يعني كلما تأخر كان أفضل. أيوة. طيب للأمهات اللي جالسين بيسمعونا يا دكتور، كيف يمكن تجنب هذا الشيء؟ والله يا أختي بالنسبة للأمهات أقولهم أول شيء يجب التخطيط للحمل. طبعا للأسف أغلبنا ما نخطط للحمل، فجأة كذا الأم تكتشف أنها حامل، لكن تخطيط للحمل مهم جدا شيء أول. الشيء الثاني المتابعات المبكرة. إيش يعني التخطيط للحمل يا دكتور؟ بعض الأمهات يعني يكون مثلا عندها طفل مثلا عمره 3-4 شهور 5 شهور مثلا، تكون ترضع من صدرها او شيء متوقع انه خلاص انه اكيد ما في حمل، تجي لا تحمل. الحمل المتكرر طيب بدون تنظيم يؤثر على سلامه الام طبعا والجنين بالتالي. نعم. طبعا بعض الامهات عندنا ما شاء الله يكون عندها اطفال مثلا طفلين او ثلاثه، فتقول لها خلاص تعرف انها حامل، فتقول لها ما بتابع الان، بنتظر الى قبل الولاده، وهذا خطا. يجب المتابعات المستمره، عمل اشعاعات صوتيه عند عمر تقريبا 3 أشهر من الحمل، التأكد متابعة الطبيب، الاستماع للإرشادات، الاهتمام بالتغذية، السكر، الضغط، هذه كلها عوامل مساعدة. نعم. تؤدي بإذن الله إلى تجنب حدوث الولادة المبكرة. هل يمكن أنه يكون التوائم خدج؟ طبعا يا عزيزي بالنسبة للتوائم أو التوائم سواء 2 أو 3 أو 4 وجودهم بيزود نسبة احتمال الولادة مبكرة، لأنه الرحم يعني يتسع إلى شخص واحد، الآن متزاحم في 2 أو 3. طبعا أحد الأسباب التي تؤدي إلى الولادة المبكرة هو تعدد الحمل. نسبة التوائم أكبر بتكون. يعني نسبة خطورة أن التوائم أيوة نسبة التوائم احتمال أن الولادة مبكرة أو خديجة أكثر من الطفل يكون واحد. طيب دكتور إيش فرص نجاة الأطفال؟ يعني هل نقدر نطمن الأهالي أنه عادة فرصة النجاة بعد ما ينحطوا في الحضانة عالية جدا، خصوصا أنه في تطور الآن في الحضانات؟
والله اختي بالنسبه عندنا الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه الان الاهتمام في الرعايه الصحيه واضح وجلي، وعندنا العنايات المركزه للاطفال حديث الولاده مجهزه بافضل واحدث الاجهزه والتقنيات. طبعا زي ما ذكرت لكم بدايه، كلما كان الطفل مبكر خديج اكثر كلما قلت نسب الحياه، يعني نتكلم على 23 24 اسبوع فرص النجاه تقريبا 50-40%، ولكن كلما زادت تزيد النسبه الى ان تقترب باذن الله تعالى من النسبه الكامله عند عمر 36-35 اسبوع. كلما كان الطفل خديج مبكر كلما زادت احتماليات انه يكون عنده مشاكل وفيات لا سمح الله. دكتور سامح ابو زيد استشاري اطفال حديثي الولاده في مدينه الملك فهد الطبيه، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في صباح العربيه. مشاهدينا يمكنكم متابعه اقمارنا ليس فقط على الشاشه انما ايضا على الانترنت العربيه دوت نت، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب، هاشتاجنا صباح اندرسكور العربيه. والآن نتوقف مع فاصل بعد ذلك موجز الأنباء ثم العودة إلى فقرات الصباح العربية.